صادف يوم أمس الأربعاء يوم الحداد الوطني لإحياء ذكرى 80 لضحايا مذبحة نانجين، حيث أقامت قوات حفظ السلام الصينية لدى لبنان مراسم لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة. احتشدت الدفعة 16 من قوات حفظ السلام الصينية لدى لبنان في تمام الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي في الساحة العامة لمقر القوات، ووقفوا دقيقة صمت حدادا على ضحايا المجزرة حيث أطلقت صفارة الإنذار. لا بد لنا أن نتذكر الخطر حتى ولو كنا في جو يسوده السلام، ولا ننسى الآلام التي واجهها وطننا وشعبنا في السابق. بصفتنا قوات حفظ سلام صينية لا بد لنا أن ننجز المهمات الملقاة على عاتقنا ونستعرض قوة وطننا. وأقيم معرض صور ووثائق في مقر إقامة القوات يوثق مذبحة نانجين أيضا ليوصل رسائل عن حفظ السلام وعدم نسيان التاريخ. نعرض صور فوتوغرافية لتذكير بالتاريخ ولتشجيع قواتنا على حفظ السلام ولدعم قواتنا لجعل وطننا أكثر ازدهارا.